الآن إلى آخر فقرات المجلة، وإن شاء الله ختامها مسك، حديث عن المشاركة الأردنية في دورة التضامن الإسلامي التي اختتمت بالأمس في تركيا. منتخباتنا حققت 12 ميدالية ملونة في مجموعة من الألعاب، معظمها في الألعاب القتالية باستثناء واحدة في لعبة الجمباز. معنا بالاستوديو طبعا البعثة، معظم البعثة تعود يمكن فجر الغد، ولكن البعثة اللي من البعثة اللي عادت هي وفد التايكوندو محملين بميداليتين، واحدة فضية والأخرى برونزية. فضية عن طريق بطلنا فهد عمار، فهد تحت 87 كيلو جرام، مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أيضا راما أبو الرب برونزية تحت 73 كيلو جرام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. كيف كانت الرحلة؟ كانت حلوة يعني ممتعة الحمد لله. ومنها يعني اكتسبنا خبرات ووعي، فالحمد لله يعني جبنا ميداليات وبيضنا وجه الأردن. الحمد لله. الحمد لله. مش عارف إذا كان السكايب معنا أيضا من تركيا، من تركيا عبر السكايب الأستاذ ناصر المجالي، أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية وأيضا رئيس بعثتنا. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء النور، يعطيكم العافية. طمنا عنا، كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. هاي الشباب اللي محظوظين اللي صاروا راجعين على عمان، احنا لسه عندنا الرحلة للرجعة. يلا بترجعوا إن شاء الله بكرة، إن شاء الله بالسلام إن شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ ناصر. طبعا المشاركة الأردنية تكللت ب 12 ميدالية ملونة. في البداية سؤال، تقييمكم للمشاركة، هل كان عدد الميداليات ضمن التوقعات اللي كانت موجودة قبل المغادرة إلى قونيا في تركيا؟ أظن إحنا جلسنا معكم قبل، ونفس النقاش اللي تناقشناه في السابق، هو بالنسبة لنا كل اتحاد وكل رياضة كان عندها أهداف مختلفة من هذه المشاركة في هذه الدورة. منهم هي الشباب التايكوندو، عندهم كان كاتحاد وكرياضة سبب لهذه المشاركة، يختلف عن ذلك للكاراتيه أو للكيك بوكسينج. الحمد لله الحصيلة النهائية كانت 12 ميدالية، منها 2 ذهب وأربع فضيات وست برونزيات. ولكن إذا بدك تيجي تقيم فعلا هذه المشاركة، لازم تقيمها بكل رياضة وبكل سبب لكل رياضة لهذه المشاركة. فعندك زي لاعبين التايكوندو، احكي عمار وراما شاركوا في دورات سابقة، ولكن كثير من اللاعبين ما شاركوا معنا في أي دورة، فكانت هاي فرصة لهم أنهم يشاركوا ونشوف ونقيم الجيل الجديد الصاعد في التايكوندو. نعم أستاذ ناصر، يعني من 12 ميدالية 11 ميدالية بألعاب قتالية، واحدة بالجمباز، يعني هذا بيأكد من جديد أن الأردن متفوق في هذا النوع من الرياضات، وممكن بحاجة أيضا لتحفيز في باقي الرياضات. ماذا يعني فوزنا ب 11 ميدالية بالألعاب القتالية؟ شوف، هذه المشاركة فيها إشي إذا بدك تطلع عليها من الجهة الثانية. كثير من مشاركاتنا الميداليات عم تيجي عنا، طبعا احنا دائما فرحين بانه الرياضات القتاليه بتعطينا هذه الميداليات، وبصار عنا نحن تخصص في الاردن بكثير من الرياضات القتاليه، منها التايكوندو، منها الكاراتيه، الجوجيتسو، الكيك بوكسينج، الموي تاي، وغيرها من الرياضات القتاليه، وان شاء الله نزيد عليهم كمان مع عوده المصارعه ان شاء الله وكثير من الرياضات الاخرى. ولكن الجميل في هذه المشاركه انه كان عنا ميداليه من رياضه غير قتاليه، واللي هي جمباز، وعودة الجمباز ممكن تكون أقوى مما كانت عليه في الماضي، فذلك ممكن يكون إيجابي جدا لإلنا، وهو ومش بأي ميدالية، بميدالية ذهبية. ورياضات أخرى مثل المبارزة والرماية وغيرها من الرياضات اللي أثبتت وجود قوي جدا في هذه المشاركة. السباحة مركز رابع جبنا في أحد السباقات، وخامس بسباقات أخرى. فيعني في بوادر لمشاركتنا ان شاء الله في الاسياد القادمه السنه القادمه، والان نعلم ايش اللي لازم نشتغل عليه خلال هذه السنه ان شاء الله عشان نقدر نحرز ميداليات برياضات غير الرياضات القتاليه. نعم. ولكن جميل جدا لان ان يكون عندنا هذا المخزون من القدرات اللي موجوده في الرياضات القتاليه
عشان نعتبرها هي الأساس ونبني عليها مع رياضات أخرى. نعم أستاذ ناصر، سنتين على انطلاقة أولمبياد باريس، هذه الدورة النظام الإسلامي وإن كانت أكيد كمستوى بعيد عن الأولمبياد هي أفضل وأكبر تظاهرة رياضية عالمية، ولكن تعطينا يمكن مؤشرات، أيضا الأسياد يمكن يعطينا مؤشرات، يعني هل يمكن هاي الاعتبار الدورة كمحطة من المحطات اللي يمكن نبحث فيها عن ميداليات في خلال أولمبياد باريس؟ أكيد أكيد هي ممكن أنها تكون محطة لهذا. طبعا عندك رياضات زي رياضة التايكوندو بتقيمها لسه من مكان ثاني، بتقيمها من مشاركاتنا بالجراند بري، وأظن عمار عم بلعب هلأ بالجراند بري، وعندنا تقريبا 12 لاعب ولاعبة بالجراند بري هذه هناك. فهذا التقييم اليوم ما بتاخده من هذه الدورة، بتاخده من المشاركات العامة. رياضة الكاراتيه لسوء الحظ بطلت أولمبية، ولكن تقدر تاخذ مؤشر للأسياد. نعم. فنحن أكثر الدورة هاي عم نستعملها كمؤشر للأسياد للإعداد للأولمبياد، فالمؤشر إيجابي، وزي ما أنتم شفتوا بالرياضات المختلفة الأولمبية اللي موجودة كانت في هذه المشاركة. أستاذ ناصر، أحمد أبو سعود يواصل التألق والإبداع، يواصل يعني حتى مش أي ميدالية دائما بيجيب، يعني مشاركاته ميدالية ذهبية، هل يمكن يعني نؤمل على تحضير مثالي لأبو سعود في يعني كطموح وحلم أن يحقق ميدالية في أولمبياد باريس؟ ماذا تحضرون لأبو سعود في الفترة؟ شوف، ما نبدأ نحكي بالميداليات، الأهم اليوم إن نحن بنعرف إيش بتحتاج رياضة الجمباز. نعم. وخصوصا أحمد أبو سعود وزملائه لرفع المستوى أو للإبقاء على هذا المستوى العالمي، فهذا اللي لازم اليوم عندنا في الإعداد الأولمبي ننظر عليه مع الاتحاد اللعبي، عشان إن شاء الله نستثمر أكثر في لاعبين في هذه اللعبة إن شاء الله. نعم، كم كان في طالب توجيهي بالبعثة أستاذ ناصر؟ والله أنا اللي شفتهم امبارح كانوا اثنين اللي نجحوا، جعفري لاعبين من لاعبي الكاراتيه، جعفري وشمعون، وما شاء الله عليه جعفري جاب 92 الصبح وجاب ذهب بالليل، فنحن مبسوطين جدا من هذا. طب خلينا نتابع الفيديو مع بعضنا، في فيديو لفرحه يمكن الجعفري بالنتيجه، واللي اتبعها فرحه مسائيه ايضا لا تقل هي الذهبيه. احنا اليوم معنا اثنين من الابطال الكاراتيه المميزين اللي ناجحين في التوجيهي، واللي راح يشاركوا ان شاء الله في دوره العاب النظام الاسلامي. شباب صباح الخير. الف الف مبروك، ويعني رفعتوا راسنا. احكوا لنا شو شعوركم اليوم بعد ما يعني نجحتوا بالتوجيهي وشفتوا الخبر، وخصوصا ان اليوم كمان عندكم اللعب، شو كيف كان شعور حلو كمان بتواجد اللاعبين زملائنا معانا، والجو اللي عملونا اياه بعد ما طلعوا النتائج، فاحنا كثير بنتشكرهم على اللي عملونه معنا اليوم، وان شاء الله في البطوله ادعونا بالذهب ان شاء الله. اول شيء كنت متوتر انه ما جيبش المعدل اللي كنت مفكر فيه وما لعبش كويس، بس الحمد لله يعني طلع كويس كثير معدلي، وان شاء الله اليوم راح ابدع ونتكمل الفرحه ان شاء الله بالذهب. ان شاء الله. بدي تحكوا لكم شعوركم، احساسكم بين ما فرحتكم بنجاحكم بالتوجيهي ولعبكم اليوم، يعني تخيل انت شعور الفرحه وشعور اللعب، فشو بتحكون عن الموضوع؟ احنا عن شعور الفرحه هسه قبل اللعب كثير، يعني اعطانا دافع، يعني اعطاك دافع، دافع للبطوله انه نقدم احسن اداء عندنا ان شاء الله، وانه يعني نكسر الدنيا باذن الله ان شاء الله. اكيد طبعا اعطانا دافع مش طبيعي، والصراحه كنت افكر من اول ما حكوا انه النتائج يوم الخميس ولعب يوم الخميس، كنت حاط ببالي اني انجح بالثنتين، وان شاء الله اني اكملها اليوم. ألف ألف مبروك ومفخر أنتم. ما شاء الله لأجل المقابلة الدكتور عبد الرحمن مصطفى. أستاذ ناصر، في مجال نستعيره كزميل هنا، لأنه ما شاء الله دكتور وطب، هذا نقاش مع الدكتور وبطل اليوم إن شاء وأيضا الله. مذيع متميز ما شاء الله. شوف الدكتور عبد الرحمن كمان الثاني طبيب، واشتغل على شهادة الطب وهو عم بجهز للأولمبياد ما شاء الله، فما شاء الله عليهم الشباب كلهم مبدعين، وهذا شكل التوازن هذا هو اللي عم بجيب لك النجاح، نجاحهم في مدارسهم وجامعاتهم ونجاحهم في الملعب، فيعطيهم ألف عافية. نعم
نشكرك سيد ناصر والله يعطيك العافيه وان شاء الله غدا تعودوا لارض الوطن الله يعطيك العافيه بارك الله فيك الله يخليك ابطال سلام طبعا قبل الحديث ايضا خلينا ناخذ تقرير نذكر ب في امبارح كانت نتائج مميزه وبشكل عام مشاركه اردنيه ماذا كانت من خلال تقرير زميلنا محمد كرشان 12 ميداليه ملونه هي حاصله المشاركه الاردنيه في النسخه الخامسه من دوره العاب التضامن الاسلامي والتي اختتمت منافساتها يوم امس في مدينه قونيا التركيه بطل الكاراتيه في وزن تحت 84 كيلوغراما محمد الجعفري توج بالميداليه الذهبيه ليمنح الأردن ثاني ميداليته من هذا اللون بهذه النسخة وسجل الجعفر انتصارات متتالية على كل من التركماني نازم رادوف والجزائري أسامة الزيتوني والكازاخي زاهن جبيار قبل أن يحقق الفوز في النهائي على اللاعب الأذري عبد اليايب لينهي منتخب الكاراتيه مشاركته في الدورة برصيد 3 ميداليات ذهبية من خلال محمد الجعفري وبرونزيتين عبر عبد الرحمن المساطفة وحسن مصاروة بدوره حصد منتخب الكيك بوكسينج 6 ميداليات منها 3 فضيات و3 برونزيات وجاءت الميداليات الفضية الثلاث من خلال اللاعبين أسيد الجعافري ومحي الدين أسامة وعلي خلف فيما جاءت الميداليات البرونزية الثلاث عن طريق كل من إبراهيم جمعة وعدي أبو حصوة ومهند السيلاوي وتحققت معظم ميداليات الأردن عبر الألعاب القتالية الكاراتيه الكيك بوكسينج والتايكوندو حيث أحرز فهد عمار الميدالية الفضية فيما نالت راما أبو الرب الميدالية البرونزية إضافة إلى ميدالية ذهبية من الجمباز عبر النجم المتألق أحمد أبو السعود نعود من جديد لبطلينا فهد عمار فهد وراما أبو الرب مساء الخير مرة ثانية طولنا عليكم أهلا وسهلا حملونا شوي لا عادي فهد ما شاء الله يمكن أول مرة طلعت كنت معي نعم وهي ثاني مرة هي ثاني مرة مرة جاي متى عشان أرتب موعد برنامجي على مشاركتك ان شاء الله بطل العالم شارح 11 ان شاء الله الله يعطيك العافيه فهد حرصت الفضيه واعتقد كان طموحك الذهبيه في هذه الدوره شو اللي صار معك طبعا زي ما بتعرف بطوله التضامن الاسلامي بتكون مشاركه من 3 قارات اللي هي افريقيا واسيا وافريقيا واسيا واوروبا طبعا زي كل الدول الاسلاميه واكثرها من اسيا لانه اسيا هي اقوى قاره يعني نحكي فكانت المنافسات يعني قويه وصعبه بنفس الوقت والحمد لله انه كنا قدها ووصلنا على الفاينل كانت مباريات يعني الحمد لله يعني مين لعبت وصلت الفاينل لعبت اول مباراه كانت مع منتخب ساحل العاج نعم ومباراه ثانيه كانت مع منتخب لبنان نعم وثالثه لقيت ايران كانت جوله بجوله والجوله الثالثه عفرت نقطه في النهائي كانت مع ايران فارق نقطه فارق نقطه 7-6 الحمد لله وراما وزن تحت 73 كيلوغرام كيف كان مشوارك في البطوله والمستوى الفني هل كان مستوى قوي ولا توقعتي افضل من هيك تمام هلا زي ما حكى لك زميلي فهد يعني هي بطوله التضامن تعتبر بطوله قويه وصعبه لانه برضه قاره اسيا هي تعتبر اصعب واقوى قاره في رياضه التايكوندو مشاركنا يعني اكيد طموحنا كان بدنا الذهب يعني بس ما حلفني الحظ والحمد لله على كل شيء يعني كانت اول جيم مع منتخب تشاد فزت جولتين مقابل ولا إشي والجيم اللي على السيمي فاينل اللي هي على الفضة لعبت مع منتخب لبنان فزت جولة وخسرت جولتين مقابل نقطة يعني برضه يعني نصف النهائي هنا كمان لبنان لبنان كان موجود في طريق فهد نعم طريق رام المستوى بشكل عام مقارنة مع بقية البطولات كيف تقيمي يعني بطولات آسيا البطولة الجائزة الكبرى يعني البطولات التايكوندو كيف تقيم مستوى هاي البطولة بشكل عام؟ هلا هاي البطولة يعني هي تعتبر لأنه زي ما حكى لك برضو فهد إنه فيها قارة أفريقيا فيها أوروبا وفيها آسيا ففيها يعني لاعبين حتى فيها لاعبين معهم ذهبيات بالأولمبيكس معهم ذهبيات بآسيا فهي كل بطولة إلها ظروفها يعني بس هاي البطولة بالذات كانت بطولة قوية يعني بس الحمد لله قدرنا إنه إحنا ننجز فيها الحمد لله. أتوقع هاي أول مشاركة في التضامن الإسلامي. هاي أول مشاركة في التضامن الإسلامي. أول مشاركة. الآن لغاية الآن بهذا العام كم ميدالية ما شاء الله 2022. في 2022 كان في ميداليات الأوبن وفي رسمي الميداليات الأوبن يعني الحمد لله أحرزت على 4 ميداليات بالأوبن وهلأ البطولة الثانية الرسمية لي بعد بطولة آسيا فضية وهي فضية الحمد لله. وراما هذه أول مشاركة أكيد في البطولة. تضامن
التضامن الإسلامي. مشوارك لغاية الآن بالعام كيف كان؟ جبت ذهبية العرب أول السنة، ومعي برونزيه الفجيره برضه، وفضيه بالبريزيدنت كاب، ويعني ميداليات بالاوبن. باسيا الشهر الماضي خسرت على البرونز، بس هلا بالتضامن برضه جبت برونزيه، وان شاء الله كمان اسبوعين عندنا بطوله الجراند بري اللي هي الجائزه الكبرى. ان شاء الله انه نقدر يعني نحرز فيها ميداليات منيحه ان شاء الله. فهد، شو صار تالق الاردن في العاب القتاليه؟ يعني بالاولمبياد ما حصلنا غير بالالعاب القتاليه، التضامن الإسلامي من 12-11 ألعاب قتالية. شو السر اللي عندنا بالأردن إحنا متفوقين بالألعاب القتالية؟ حب الهوش، حب لا حب اللاعبين بشكل عام أو انجذابهم للرياضات القتالية بشكل عام بتكون يعني أكثر من الرياضات الثانية الفردية الجماعية بشكل عام بنفس الوقت. طبعا زي ما بنعرف الرياضات القتالية بتفرغ الطاقة، فما بتكون انه يعني عندك يعني خاص بتكون مهذب، بتفرغ طاقتك بالتمرين، ما بيكون عندك اشي، فيعني كل شيء بيكون ممتاز. شو دور والدك في الموضوع؟ الكابتن اكيد البطل اللي لن ينسى عمار فهد. اكيد طبعا والدي معروف يعني مع فروزية اولمبيات برشلونة بال92 عمار فهد كان حافز كبير انه كان معي بالبطولة وشجعني ودعمني، يعني هو الدعم الاول والاخير بنفس الوقت، فالحمد لله هو كان يعني له دور كبير في انجازي. نعم. على غرار فهد، في عندكم بالعائلة مشاركين او ابطال في تايكوندو او رياضة اخرى؟ لا ما في، انا اخوي هو بلش اول شيء تايكوندو. وانا كنت اروح معه هيك، فيعني كنت اشوف كيف بيلعب، فحبيت انه اصير اشارك واطلع بطولات برا يعني، بس هو ترك وانا كملت. الاهل ما اعترضوا بصراحه راما اولها، يعني اولها كانوا خايفين عليك بالضبط، اولها بابا كان يعني رافض فكره انه يعني كيف بنت تلعب تايكوندو زي هيك اولها يعني، بعديها لا صار هو هلا يعني اهلي هم اكبر داعمين لي، ويعني انا بدونهم كان ما وصلت لهي المرحله بالمره. الحمد لله رب العالمين. بالجامعه ولا بالجامعه؟ اي كليه؟ بدرس انا تغذيه بالجامعه الاردنيه. ما شاء الله. التغذيه مهمه جدا في عالم الرياضه. صح. اكيد يعني أكيد. بدون تغذيه سليمه هي احد العناصر الاساسيه للرياضي. صح اكيد. مين ومتذكر لما كنت ضيف عندي خرجت لا بدرس الشرق الاوسط. اكيد بوجه تحيه لجامعه الشرق الاوسط لانه الدكاتره متعاونين معكم يعني ان شاء الله مقدرين ظروفكم بترفعوا رايه الوطن. اكيد الحمد لله. شو تخصصك انت ذكرني؟ بزنس انتليجنس، ذكاء اعمال. ما شاء الله. وتابعنا يعني الرياضه يمكن خلال يمكن جعفري وشمعون ما شاء الله علامات عاليه. الرياضه مش زي زمان ما كان العرف السائد والافكار السائده انها بتلهي الاولاد عن الدراسه. لا هي بتساعد. اكيد بتساعد على التحصيل، بتساعد على انه الشخص انه ينجز. طبعا هي بتعتمد على الشخص نفسه، اذا هو بيعرف يوازن بين الرياضه وبين الدراسه بشكل عام كل شيء بيكون ممتاز وماشي معه زي ما بده. انت معزوم على الغداء وين؟ البيت. ان شاء الله ما اخذناك على الغداء. لا 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 الحمد لله. رما، شو طموحاتك الان في الـ في الـ في التايكوندو؟ شو حلمك اللي تستنى تحققيه بهذا الرياضه؟ هلا اكيد حلم اي لاعب يعني انه يوصل للاولمبيكس. احنا التأهيل الأولمبي السنة الجاية ان شاء الله ب 2023. نعم. ان شاء الله انه نقدر نتأهل يعني، بس انه هلا عندنا زي ما قلت لك كمان اسبوعين عندي بطولة جراند بري، عندنا بشهر 11 بطولة العالم، فاحنا هنا عم بنحضر لها ان شاء الله انه يعني نظهر باحسن صورة وانه نقدر نحرز ميداليات فيها ان شاء الله. يعني بحس ما شاء الله يعني ما في اوقات فراغ عندكم، يعني كل ما التقي عندي بعد اسبوعين كذا، عندي بعد شهر كذا، فيش في اوقات في 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 وقت للراحة تروح رحلة؟ في وقت بجد بصراحة هلأ بهذا الوقت صراحة ما في، لأنه يعني زي ما بتعرف قبل الأولمبيات بسنة بسنتين بكون اللعيبة كلها بتكون بتقاتل عشان توصل من أول ستة أو إنها توصل للتصفيات الأولمبية، فدائما قبل الأولمبيات بتكون زحمة، في بطولة عالم، بطولات الأوبن اللي بدي ناخد فيها نقاط أول السنة، الجراند بري، فالكل بيحاول يستغل كل بطولة لصالحه عشان يقدر إنه يتأهل للأولمبيكس. فيعني إحنا من الناس اللي بنحارب صراحة لنوصل للأولمبيات، ونفسنا نكون في الأولمبيات زي ما حكت صديقتي، زي يعني حلم كل لاعب، فيعني إن شاء الله إنه نقدر نوصل لها. إن شاء الله نكون هذا الحلم موجود وقادرين يعني سبق يعني وتحقق، سواء من والدك عندما كانت اللعبة الاستعراضية أو عندما أصبحت رسمية، الأمور إن شاء الله متاحة بالإرادة بالتصميم بالتغذية
بالتغذية السليمة، بالنوم السليم، صح. بالتدريب المتواصل، بطاعة المدربين، أعتقد كل الأمور إن شاء الله تكون متاحة. وطول ما الاتحاد الأردني طبعا معنا بنوجه له تحية برئاسة سمو الأمير راشد سمو الأميرة زينة، وطول ما المدربين كابتن فارس العساف ومحمد البخيت معنا يعني ما بيقصروا، فإن شاء الله أنهم يوصلون للأولمبيات. أكيد تحية للجميع، وإن شاء الله ننتظر إنجازات أخرى إن شاء الله، ميداليات أخرى واستضافات أخرى إن شاء الله للحديث عن الإنجازات. شكرا، شكرا لفهد عمار فهد ورامة بالربع، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا. نذكر سريعا بعض الجداول الخاصة في هذه البطولة. طبعا عندنا ذهبيتين وأربع فضيات، أبو سعود والجعفري، وأيضا بقية البرونزيات، عندنا ست برونزيات، مجموعة 12 ميدالية ملونة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي اللي اختتمت في قونيا في تركيا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذا العدد من المجلة الرياضية. طبعا نشكر طاقم العمل اللي متواجد معنا، أستاذنا محمد قدري حسن، وأيضا مخرجنا اليوم محمد النبات، ولكم أجمل تحية وإلى اللقاء.